تخيل ان تحصل لك مشكلة كبيرة كانت ممكن تنهي تماما على تاريخك، وبسبب تعويذة تاخدها من واحد كل مشاكلك تتحل وحياتك تتغير 180 درجة. هنتكلم عن حكاية الفنان علي الحجار وعم صبري. 1982، الفنان علي الحجار كان وصل لمرحلة من النجومية كبيرة جدا، وكان عنده عرض مسرحي غنائي بمناسبة احتفالات 6 اكتوبر، مسرحية اسمها مجنون ليلى، وكان بيشاركوا فيها مجموعة كبيرة من نجوم المسرح في الوقت ده. علي الحجار وصل متأخر عن العرض لمدة ساعة، وبسبب التأخير ده كتير من الإعلاميين والصحفيين هاجموا الفنان علي الحجار واتهموه ان هو ما بيحترمش الفن ولا بيحترم قواعد المسرح. ومش بس كده، دول كمان طلبوا بشطب الفنان علي الحجار من كل النقابات الفنية بشكل نهائي. اليوم ده العرض المسرحي بدأ الساعة 8 بالليل، وكان في جملة معينة بتقولها الفنانة فردوس عبد الحميد، وبناء على الجملة دي الفنان علي الحجار بيطلع على المسرح ويبدأ يقدم دوره للناس. علي الحجار ما وصلش أصلا، وبالتالي العرض اتلغى وتوقف. طبعا الموضوع اتصعد بشكل كبير جدا، وبقى فيه حملات هجوم قوية جدا عليه، لدرجة انه فعلا مستقبله اتهدد في السنة دي، لحد ما جاله واحد صاحبه وقال له تعالى نروح لعم صبري. ومن هنا بدأت تتغير حياة الفنان علي الحجار تماما. علي الحجار لما راح البيت عند عم صبري، اول احساس جاله اول ما دخل البيت ان عم صبري ده راجل من اصحاب الكرامات، واستقبله استقبال كويس جدا. وعلي الحجار حس ان هو قاعد في بيت مألوف، حاسس ان هو شاف البيت ده قبل كده. لكن المفاجأة انه اول ما دخل حس بالنوم، واول احساس جاله ان هو بدأ يفقد التركيز تماما. وساعتها اتأكد علي الحجار ان هو اتعرض لنوع من انواع التنويم المغناطيسي، او اتعرض لقوة خارجية مصدرها عم صبري. وبعد 10 دقايق من النوم المستمر صحي الفنان علي الحجار على مشهد غريب، لقى عم صبري واقف قدامه وماسك كوباية مية وبيقرأ عليها ايات قرآنية. علي الحجار اول ما شافه اتخض وقال له ايه المية دي؟ قال له انا كنت عارف انك جاي وعارف مشكلتك، وان شاء الله مشكلتك كلها هتتحل، اشرب المية دي وهديك شوية تعليمات بعد ما تشرب المية. علي الحجار مسك كوباية المية وشربها، وعم صبري طلب منه بعد كده ان هو يسيبه شوية وما يسألوش في اي تفاصيل. عم صبري ساب علي الحجار قاعد في الصالة ودخل الأوضة عنده جوه، وقعد في الأوضة حوالي 45 دقيقة. وخلال ال 45 دقيقة علي الحجار كان حاسس ان في حاجة غريبة بتحصل جوه الأوضة، لحد ما عم صبري خرج من الأوضة لكن شكله كان تعبان جدا ومرهق جدا، وراح قال لعلي الحجار بالظبط كالتالي: هيكلمك بكرة واحد طويل القامة ولونه أسمر، وهيحللك مشكلتك بتاعة المسرح واللي حصل في المسرح، والموضوع هيمر كأن مفيش أي حاجة حصلت، لكن بشرط هديك شوية تعليمات لازم تعملها قبل مقابلة بكرة. علي الحجار خد منه التعليمات لكن ما اهتمش بيها قوي. علي الحجار روح البيت بالليل وكان زعلان جدا من اللي حصل، تحديدا ان هو فنان ملتزم وعمره ما كان يقصد ان هو يعمل مشكلة من اي نوع. علي الحجار نام، والساعة 11 الصبح جاله تليفون من مكتب وزير الثقافة. التليفون ده بيقول له ان هو عنده اجتماع الساعة 1 في مكتب الوزير، وان الوزير عايز يشوفه شخصيا. علي الحجار ما صدقش المكالمة، وحس ان في حاجة غلط، وبدأ يفتكر كل كلام عم صبري، وحس ان كل اللي قاله له عم صبري فعلا بيحصل. وراح افتكر علي الحجار كل التعليمات اللي ادها له عم صبري، بعض الايات القرآنية مكتوبة في ورد، وانه يرسم على ايده في منطقة معينة بعض الحروف ويرسم بعض النجوم. علي الحجار سمع كلام عم صبري وعمل كده، وفعلا راح في ميعاده الساعة 1 بالظبط علشان يقابل وزير الثقافة عبد الحميد رضوان، اللي استقبل علي الحجار بشكل الفنان علي الحجار نفسه ما كانش متوقعه. الوزير قامله من على الكرسي واستقبله استقبال محترم جدا وكبير جدا، واول جملة قالها له انه جات له جوابات كتير جدا من الممثلين والفنانين في المسرح القومي ومسرح الدولة، بيقولوا ان الاستاذ علي الحجار بطبيعته شخص ملتزم، وان الخطأ اللي حصل ده اكيد غير مقصود، وعشان كده هو كان عايز يفهم منه اللي حصل بالظبط. علي الحجار شرح لوزير الثقافة المشكلة بالظبط، فوزير الثقافة عبد الحميد رضوان قال له حاجة غريبة جدا، قال له انا سامع طول الليل صوت في ودني بيقول ان علي الحجار مظلوم، وانك لازم تساعده وتحاول بكل الطرق تحلله مشكلته. علي الحجار فضل واقف يبص للوزير وهو مستغرب، وحس احساس غريب ان قدرة عم صبري معقولة واصلة للمرحلة دي، ان مجرد تعويذة او ورد هيقراه ورسم على ايده من الحروف والنجوم، وان يروح تاني يوم يلاقي كل حاجة اتحلت، وان فعلا الوزير عبد الحميد رضوان رجل طويل القامة ولونه اسمر، وان كل التفاصيل اللي قالها له عم صبري حصلت.
بعد الموقف ده فضلت علاقة عم صبري بالفنان علي الحجار قوية جدا، وفضلت مستمرة لسنين طويلة، وكتير جدا من الفنانين والنجوم كانوا بيطلبوا من علي الحجار ان هو يوصلهم بعم صبري، لان الراجل ده فعلا طلع من اصحاب الكرامات. عم صبري عايش لحد النهاردة، لكن وقف خالص كل الاعمال اللي من نوع ده، وده بسبب ان الاعمال اللي كان بيعملها عم صبري او القوة اللي كان بيطلعها عم صبري كانت بتحتاج مجهود كبير جدا منه، والراجل كبر في السن ومبقاش قادر يعمل نفس اللي كان بيعمله زمان. حكاية الفنان علي الحجار وعم صبري هي اكتر حكاية ممكن تأكد لك ان فعلا في اشخاص عندهم كرامات، وان الكرامات دي فعلا مؤثرة وليها مردود قوي جدا الانسان يقدر يشوفه بنفسه. القصة اللي حكيتها دي هي منقولة من على لسان الفنان الاستاذ علي الحجار في لقاء خاص مع الاستاذ محمود سعد في برنامج باب الخلق اللي كان بيتذاع على قناة النهار. سلام عليكم.